حياكم الله مشاهدين الكرام، اهلا ومرحبا بكم بحلقه جديده من برنامج الوسم. انا كرار حباب، فاصل قصير وفقره فيس تو فيس، خليكم ويانا لا حد يروح بعيد. اهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام في فقره فيس تو فيس، حيث الاخبار والمواضيع والاحداث المحليه والعربيه والعالميه اللي دائما ما تكون موجوده في برنامجنا برنامج الوسم، اللي نسلط الضوء عليهن وين ما كانن. اولى مواضيعنا في هذه الحلقه هو موضوع مهم. أنا بذيك الحلقة السابقة قلت لكم يمكن وزارة التربية إحنا وياهم يعني صار لنا يعني صار لهم فقرة بالبرنامج، صار لهم ترند يعني بشكل مستمر بالبرنامج. وزارة التربية يعني بيها المدرسين، المدرسات، الطلاب، تطلع لنا تظهر لنا فيديوهات، تطلع لنا أخبار، تطلع لنا صور. تصير حديث الناس في مواقع التواصل الاجتماعي. هاي الأخبار اللي دائما ما نتحدث بها ونطالب الجهات المعنية باتخاذ القرارات. وبصراحة أنا أحكي لكم كل خبر أنا طلعته هنا بالحلقة وحكينا عنه وظهرنا للناس وللرأي العام وطالبنا وناشدنا الوزارة اتخذ به قرار. إذا كان مدير مدرسة، إذا كان معاون، إذا كان مدرس، إذا كان حتى طالب. اليوم الترند مال هذه الحلقه، يعني انا متاكد الحلقه الجايه ايضا اكو ترند راح يصعد يخص وزاره التربيه. الترند مال هذه الحلقه هذا الطفل المسكين اللي هو من محافظه صلاح الدين قريه البوفيزي. هذا الطفل طبعا الصوره الاخرى اللي انا ما اقدر اطلعها هنا صوره منظرها جدا مؤلم، جدا مؤلم بكل ما تحمله الكلمة من معنى. أحد المدرسين زين قام بضرب هذا الطفل على رأسه وهو يرتدي محبس خاتم، ضربه على رأسه ورأسه مفتوح الطفل، رأسه مفتوح الطفل. أنا أكثر من هيك بشاعة ومنظر مؤلم ما شايف بحياتي. دائما ما نشكر المدرسين، المعلمين، حسن التربية اللي يسوونها للطلاب، التعامل الحلو الزين الحسن، بس بنفس الوقت يطلع لك نموذج شاذ يسيء إلى السلك التربوي، يسيء إلى سمعة المدرسين والمعلمين بمناظر ما أنزل الله بها من سلطان. لو يضرب له طالب يغيب الوعي، لو تضرب لها طالبة تقعدها تقتلها، هاي صارت بالموصل. لو هسه هذا ضاربه على راسه وهو لابس خاتم وزارف راسه بكل ما تحمله الكلمه من معنى، انا من جاي اقول لكم راس الطفل مزروف حرفيا. زين هذا الطفل اللي موجود هنا. قبل لا اسولف وادخل بصلب الموضوع اناشد وزير التربيه بالنظر بهذا الموضوع. هذا الطفل من محافظة صلاح الدين، من قرية أو قضاء البوفيزي، هذا الطفل اللي راقد أمامكم مضروب على رأسه من قبل معلم يرتدي خاتم وزارف رأسه. أتمنى من وزارة التربية ومن تربية صلاح الدين تنظر بهذا الموضوع وتفتح تحقيق وتعاقب المدرس أشد العقاب اللي موجود، العقاب اللي موجود بالقانون أتمنى يعاقبه. ليش؟ لأن هذا طفل. اتصور عزيزي المشاهد لو كان هذا الطفل هو ابنك، ابنك ايش راح تسوي؟ ايش راح تسوي لو هذا الطفل ابنك؟ ما راح تنقهر؟ ما راح تشبع بكي؟ ما راح تلتهي بالمستشفيات؟ لا سامح الله اذا صار بشي، اذا فارق الحياة. والله شنو، والله مدرس ضرب على راسه ولابس محبس هيك عادة مر مرور الكرام؟ لا والله طالب وزارة التربية بشخص وزيرها أتمنى تشوف هذا الموضوع. هذا الموضوع ضرب الطفل هذا بصلاح الدين لازم تفتح تحقيق به، لأن الأطفال أمانة بأعناقنا. شي يسوي، شي يريد يسوي الطفل؟ يسوي كاحة، يغيب عن الدرس، يسيء للطلاب، يسيء للمدرس، شي يريد، شي يريد يسوي؟ أكو ولي أمر وأكو فصل. ولي امره استدعوا ولي امره، سلام عليكم السلام، هذا ابنك هيك سوى، ابنك مفصول، روح نقله شوف له غير مدرسه، روح قاعد ما كنت درسه بالبيت،
اسوي هيك اسوي هيك، بس مو اضرب هذا الضرب. يا مدرسينا يا معلمينا، هواي بيكم ناس زينين ويربون اجيال 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 طلعت انتم ربيتوها وعلمتوها، بس اذا اكو نفر او كم شخص شاذ بيناتكم يسيء الى سمعه التدريس، اتمنى يتم اتخاذ اشد العقوبات بحقه. هذا الطفل اتمنى، اكررها، من وزير التربيه تشوف موضوع هذا الطفل صلاح الدين، وعما انا مستعد اسال وادور واشوف هذا الطفل وين واهله وين والمدرسه اللي كان بيها وحتى اسم المدرس ان شاء الله نقدر نحصله، لحد ما تعاقبون المدرس اللي سوى هذا العمل. خلينا نشوف الموضوع وتفاصيله وايضا تعليقات الناس ماذا كانت. بوحشيه معلم يثقب راس طالب بواسطه خاتمه في احدى مدارس قريه البوفيزي شرق الدجيل بمحافظه صلاح الدين. يعني هذا المنظر، يعني هذا المنظر، هسه احنا مخلين عود غواش على الصوره زين، وشوف حجم المنظر القساوه اللي يشيلها هذا المدرس زين. انا ما اقدر اعرض لكم اكثر من هاي الصوره لانه بصراحه منظر مؤلم، يعني انا ما اريد الناس تشوفه بس لازم يظهر ولازم يتخذون به قرار. هذا هو الطفل. خلينا نشوف التعليقات ماذا كانت. محمد يقول اغلب المعلمين والمعلمات في دوائر الدوله، في دوائر التربيه عفوا والتعليم، هم مصابين بالاكتئاب. انا ما اعتقد اغلب، نقول البعض يا محمد، نقول البعض لان هم الاغلب هم الناس الزينين، نقول البعض بالاكتئاب النفسي، لذلك عليهم بمعالجه انفسهم من ثم التوجه نحو التعليم. وللاسف قانون ماكو، لو اكو عقوبات صارمه ما حدث ذلك اطلاقا، ما حدث ذلك اطلاقا. لذلك على جميع الدوائر التربويه معالجه هكذا عمليات عنف داخل المدارس. نعم هذا العنف داخل المدارس لازم يتعالج، واذا الطالب شي يريد يسوي من وكاحه لازم انت تعرف شلون تسوي، تعرف شلون تعالج هذا الموضوع. ما تاثر، ما تضرب هيك ضرب بوحشيه. سهر علي تقول الله اكبر، معقوله اكو هيجي بشر؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الله يكون بعون امه وابوه، ويا وزير التربيه انت صير بمكان امه وابوه وشوف موضوع هذا الطفل. اتمنى تراجع هذا الموضوع بنفسك. أثمار تقول الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل. شو مسوي؟ تريد تأدبه؟ خلي أهله يأدبوه، مو أنت وهاي المودة مال المحبس كافي تتختمون به. لا هو خليه يتختم بالمحبس، تختم بالمحبس طبيعي جدا، بس أنت من تريد تضرب طفل يا أخي تضربه بمحبس؟ محبس هذا يا أخي حرام عليك، حرام عليك تضرب ابنك انت بهاي الوحشيه. اسالك يا المدرس او المعلم اللي سويت هاي الحاله، تضرب ابنك بهاي الوحشيه؟ لا بالله. تقبل مدرس او معلم يضرب ابنك بهاي الوحشيه؟ لا اكيد لا. احمد الفيزاوي طبعا هذا يقول انا ابن عمي، يقول هذا ابن عمي زياد حسين، ما نقول غير حسبي الله ونعم الوكيل. اذا الان اي واحد قال القصه مو صحيحه، اي واحد قال ماكو هيك شيء، ما هذا ابن عمه احمد الفيزاوي، وانا سبق قلت لكم قريه البوفيزي، هذا الفيزاوي هي تابعه لصلاح الدين، يقول هذا ابن عمي واسمه زياد حسين، ما نقول غير حسبي الله ونعم الوكيل. يعني هذا شهد شاهد من هذا ابن عم الطفل، ابن عمه هذا، يعني خاف تقولون والله هاي اخبار كذب، هاي منين جايبيها، هاي ما... لا هذا ابن عمه وجاي يعلق وجاي يشهد بهذا الموضوع. بتقول الله اكبر، هي هاي اخلاق معلمي معلم، هي هاي اخلاق معلم، حسبي الله ونعم الوكيل، هذا معلم لو وحش. هذا كان اخر تعليق. والله هو يعني الاكيد هو وحش، لان ماكو هيك معلم يسوي، يعني الاكيد هو هذا وحش، لان ما اعتقد اكو معلمين عندهم هاي البشاعه، يعني ما اعتقد، يعني هو بالفعل هذا وحش. هذا كان موضوعنا الأول في فقرة فيس تو فيس، أما موضوعنا الثاني في هذه الفقرة.
لعبة الدومينو أو الدومنة الشهيرة مو فقط بالعراق، على مستوى الدول هو شباب يلعبون هاي اللعبة الدومنة، أرقام حسابات يقعدون 4 شباب يتونسون يلعبون هاي الدومنة بغض النظر عن كانت اللعبة شنو، بس هي بالنهاية لعبة تلعب بالمقاهي أو مجموعة شباب يلعبوها ببيوت، أكثر شيء بالمقاهي دومنة كل واحد 4، كل واحد سحب له 7 صايات ويلعب، عاد لازني في شيء يريد يلعب خليه يلعب، بالنهايه هي لعبه زين، واكو موجوده بالتليفون مرات هم يلعبوها الشباب، بالنهايه شنو؟ لعبه لا تقدم ولا تاخر، حتى ما يراهنون عليه لان هي لعبه يعني عاديه. ايش صاير بهاي اللعبه؟ اصابه شخص واعتقال 10 بسبب عركه على لعبة مال دومنة. صابت شخص يعني متعور متعاركين شخص متصوب ومعتقلين 10 على مود لعبة مال دومنة. أنا أصفن هسه أريد أحكي بهاي الموضوع، يعني شنو يعني كتل الدوشية إيش بيدك؟ يعني مثلا أقوى شيء هي بالدومنة يكتل الدوشية إيش بيدك؟ هذا الموضوع يستوجب إنه تنقهر أنت وتتعارك وتتعاركون بيناتكم مجموعة شباب تتعارك على مود لعبة. أكرر بالنهاية هي لعبة أنت جاي تلهي بيها نفسك ساعة ساعتين وتقوم تروح لبيتكم تتعارك. هذا هو ختمنا الموضوع، ختمنا المشاكل، وهذا قمنا نتعارك على مود لعبة مال دومنة. ليش؟ شنو السبب؟ ماكو مبرر يا أخوان، تروح تجي تقعد تقوم توقف، هي لعبة بالنهاية، لعبة مال دومنة. وبالمناسبة هذا الموضوع يعني حدث هذا الأسبوع، هاي اليومين تعاركوا مجموعة شباب على مود لعبة مال دومنة. ليش؟ بالنهاية لعبة تلهي نفسك بيها، تلهي نفسك بيها ساعة ساعتين وتقوم تروح لبيتكم، ما تستوجب عركة، ما تستوجب مشكلة تصير وواحد ينجرح ويتصوب، يعني هو مو طلق ناري بس يعني واحد ينجرح وعشرة معتقليهم، بس والله الحمد لله من جت الشرطة واعتقلتهم، والله كون كلهم يطبون جوا، خلي كل واحد بيهم يسجل له في الشهر يطلع يسمي الدوشة شاب بياض كون هيك اريده، والله العظيم ماكو شيء، هي لعبة بالنهاية يا اخوان يا شبابنا. احنا ليش ختمنا كل شيء يعني هسه بعد قمنا نتعارك؟ والله هيك احنا مترهين نتعارك على مود دومنا؟ ليش يا شبابنا يا اخوان؟ ما تسوى، اكو اشياء ما تسوى انه انت تعلي صوتك بيها، هي مضحك تحشيش دومنا هاي ارقام. فهذا الموضوع يعني من نتحدث به ومن يصعد ترند في مواقع التواصل الاجتماعي لازم احنا نعالج هالموضوع يا شبابنا يا اخوان. شويه يعني انت رجال شاب مؤدب وطالع من بيتكم مبدل مسوي لك عشاء مسوي لك غدا وطالع ومحترم ورايح جماعتك اصدقائك تقضي لك ساعتين ثلاثة وياهم تتعارك على مود دومنة عشنا. موضوع غريب بصراحة، بس يلا هسه ما راح اعتقلهم، خلينا نشوف الموضوع تفاصيله ماذا كانت ردود افعال الناس. صابت شخص بجروح واعتقال 10 آخرين بعد اندلاع شجار مسلح نتيجة خلاف على لعبة دومنة. يقول صوت الدوشي ايش؟ أكيد ماتوا علقت بيناتهم. إي والله الموضوع يراد واحد يسخر منه. إي الموضوع هو هذا مثير للسخرية وأصبح مثار للسخرية أيضا، يعني صدق هي كانت للدوشي ايش بيده؟ ماكو غير مبرر، لأن هو شنو أقوى شيء ممكن يصير على مود تتعارك بالدومنة؟ الا يقتل الدوشه ايش بيدك؟ يعني علي يقول العالم اتدمرت الله وكيلكم، يعني معقوله الاكل الناكله بيه شيء عجيب؟ يصدق يعني ناكل فشيء احنا بيه هرمونات مال عرق مال مشاكل؟ ناكل احنا ايش ناكل؟ اول شيء ناكل الدولمه تمنو يابسه تمنو مرق، ايش ناكل احنا؟ بوتيته ايش ناكل؟ صدق يعني ما والله ما اعرف، يعني طاقه عندنا نتعارك جيب حط شنو السالفة؟ أنا واحد من الناس هسه بالشارع ما أتحمل، صدق بصراحة يعني ما أدري على الموضوع لازم نعالجه،
اذا واحد قدامه يمشي على كيفه دق له هورن ما يوخر ما يفتح المجال، يفتح الجامعه يا معود وظل ايش فيك ما توخر. صدق يعني، صدق يعني احنا ما عندنا طاقه، لا عندنا طاقه نتعارك، ما عندنا تحمل. حوصلتنا صارت صغيره ما اعرف ليش. محمد يقول الله وكيلك صدق فقر ومشاكل الدومنا، لا حد يلعب بعد جماعتنا. يقول صدق فقر ومشاكل، يقول جماعتنا بعد لا حد يلعب دومنا. فعلا سجاد يقول كل واحد ينجلد على النقاط اي والله يا ابي، اذا كل واحد ينجلد على النقاط البيده يعني ابو الدوشيش اذا بس الدوشيش بيده مكتول هاي 12 جلده واجلد بيه، اذا واحد بيده الدوبويش وجهار وبنج وشش وسيه ماكو حسبون ايش قلت 30 35 جلده وين اليوجع؟ تعال تتعارك على مدامنا، تعال خل اداويك هيك يا الرادل. اخر تعليق يقول عافيه بالابطال، عافيه ايش نترجى من وراكم؟ فعلا، وهذا كان اخر تعليق اللي هو عركه على موضوع دومنا، لعبه دومنا، احنا نتعارك على مود لعبه دومنا. هذا كان موضوعنا الثاني. موضوعنا الثالث بعد بطوله الخليج والنجاح المبهر اللي حقق العراق بهاي البطوله واللي كان صدى كبير جدا على مستوى المنطقه وعلى مستوى آسيا، مو فقط الدول العربية والخليج، لا على مستوى آسيا كان نجاحه مبهر، وحتى على المستوى الدولي. يعني احنا شفنا بالافتتاح جاني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي رئيس الفيفا كان حاضر، وكتبت الصحف البلجيكية الفرنسية الإسبانية الإنجليزية كلها كتبت، قنوات كانت موجودة على موضوع بطولة الخليج، نجاح باهر حقق العراق على مستوى استضافته للبطولة. بعد هذا النجاح الاتحاد الآسيا واتحاد غرب آسيا بالتحديد عناط للعراق مهمة استضافة بطولة غرب آسيا تحت 23 عام بسبب مثل ما قلت لكم النجاح اللي الباهر اللي ظهر به العراق على مستوى استضافة البطولات. يعني احنا شفنا الناس الدول حتى دول الخليج ابو الكويت كان يقول لهم يا بشوف العراق وين كان ودمر حروب وهذا، وشوف شلون رجع وتعافى وضعه وهذا وقام يستضيف بطولاته وهذا زين. برنامج تونسي شنو هاي الملاعب، شنو هاي الافتتاح المبهر، شنو يعني دول كثيره، عمان الجمهور العماني قام يحكي على اتحاده وعلى وزارته يا بت وينكم، هذا العراق بلد كان ما مستقر وهذا وشوف ملاعبه واحنا ما عندنا هيك ملاعب مثلهم. فالنجاح اللي صار نجاح مبهر بصراحه، استضافين البطولة على مدار 20 يوم أو أقل، أكثر من 20 يوم لأنهم جوا قبل يوم 6 لحد ما يوم 19 هو النهائي، يوم 20 المنتخبات كلها راحت، يعني بدأوا يجون من يوم 1 وبالفعل 20 يوم. النجاح المبهر قلت مثل ما تحدثت به، قرر اتحاد غرب آسيا إناطة مهمة أو استضافة بطولة غرب آسيا تحت 23 عام للعراق. لحد الآن هي الملاعب المقترحة هي ملعب المدينة في بغداد، ملعب المدينة الدولي في بغداد اللي هو ملعب الحبيبية، وفي أربيل المجموعة الثانية في أربيل اللي هي ملعب أربيل، بس هذا الاقتراح الأولي. أكو بعد ممكن يدخل ملعب النجف الدولي، النجف الأشرف، ملعب النجف الدولي بالنجف الأشرف ممكن يدخل بالبطولة، يعني هن 12 منتخب إذا شاركوا كلهم تقسمون على 3 مجاميع، كل مجموعة 4، كل محافظة تستضيف مجموعة. عندنا ملعب كربلاء الدولي أيضا في كربلاء المقدسة، ملعب جميل جدا، فنادق موجودة، ملاعب تدريب. فلحد الآن هاي الملاعب المقررة في بغداد ملعب المدينة حصرا، وعندنا ملعب أربيل والنجف وكربلاء، هاي الملاعب اللي ممكن تستضيف البطولة. خلينا نشوف تفاصيل الموضوع واتحاد غرب آسيا شنو كان كلامه وأيضا الاتحاد العراقي. يقول فتح باب المشاركة في بطولة غرب آسيا الرابعة دون 23 عاما في العراق. فتح اتحاد غرب آسيا لكرة القدم باب استقبال الطلبات المشاركة في النسخة الرابعة، وخاطب اتحاد غرب آسيا كافة الاتحادات الأهلية لإختارها بتثبيت مكان وموعد النسخة الرابعة من البطولة رسميا، بحيث تقام في العاصمة بغداد ومدينة أربيل خلال أيام فيفا اللي هي فترة الفيفا داي، خلال للفترة من 12 ولغاية 20 حزيران يونيو المقبل
وعمم اتحاد غرب آسيا نماذج تأكيد المشاركة وفتح باب استقبالها حتى نهاية شهر شباط فبراير المقبل. ومنح اتحاد غرب آسيا العراق حق الاحتفاظ باستضافة النسخة الرابعة بعدما تقرر نقل النسخة الثالثة من هناك إلى المملكة العربية السعودية التي استضافت بدورها النسخة الأخيرة التي ذهب لقبها لصالح صاحب الضيافة. وتأتي إقامة البطولة الرابعة في العراق امتدادا لسلسلة من بطولات اتحاد غرب آسيا كانت جرت تحت ضيافة الاتحاد العراقي الذي سبق واستضافت عام 2021 بطولة الشباب اللي صارت بالعراق بين أربيل وبغداد، أيضا ملعب أربيل وملعب المدينة التي توزعت مبارياتهم مثل ما قلت لكم. وقبل ذلك استضافت مدينتا كربلاء وأربيل منافسات بطولة الرجال التاسعة عام 2019، ونجح الاتحاد العراقي قبل أسبوعين استضافة بطولة خليجي 25 في البصرة وشهدت نجاحات إدارية وتنظيمية وجماهيرية. إذن مثل ما قلت لكم حاليا هسه هي المقرر بس مو بشكل نهائي بغداد وأربيل، بس ممكن تكون بغداد والنجف أو بغداد وكربلاء ممكن يقررون هذا الشيء. نجحنا في الجنوب في البصرة باستضافة بطولة الخليج، وراح ننجح إن شاء الله في الوسط وراح ننجح في الشمال إن شاء الله. كل الملاعب جاهزة، ملاعب تدريب، فنادق على أعلى مستوى، مطارات كل محافظة بها مطار، عندك النجف بها مطار، كربلاء مطار النجف يبعد ساعة، هو هذا الوقت اللي ممكن اللي محدد حسب القانون انه المطار لازم يكون يبعد عن الملعب ساعة. أربيل ايضا وبغداد كل المحافظات اللي عندنا بها ملاعب محترمة بها ملاعب تدريب وبها فنادق على اعلى مستوى. وجاي تشوفون الاعمار اللي صار في كربلاء المقدسة فتشي رهيب، نجف ايضا، بغداد وكل المحافظات. التعليقات، حماد يقول من حق كل محافظات العراق تستضيف البطولات، شرط مثل البصره كل لعبه يترسونها جماهير. الله على جماهير البصره، جماهير العراق بصوره عامه، يعني مباراه بملعب جذع النخله اللي يتسع 65,000 متفرج بين اليمن، واعتقد اليمن والسعوديه او اليمن وبحرين، ما اعرف من كانت اللعبه، اليمن وعمان، ما اعرف، ما اتذكر بالتحديد. مباراه انترست، الملعب انترس، وايضا مباراه بين الكويت والبحرين ملعب انترس على اخره، 65,000 متفرج. ملعب الميناء ايضا 30,000 متفرج، فول الملعب. المباريات مو طرف بها العراق ابد، العراق مو طرف بها، العاب فول ما شاء الله، اليمن وعمان والكويت والبحرين، قطر والكويت، كل المنتخبات اللي لعبت الملاعب فول. قبل المباراه اللي طرفها العراق ما شاء الله شفتوا انتم بالملعب 65، برا الملعب نص مليون، جماهير كبيره جدا. حسين يقول نتمنى التوفيق لكل محافظات العراق وان شاء الله كل المحافظات تنظم بطولات، بس اللي نرجو من اخواننا المشجعين الالتزام بالقوانين لتظهر البطوله باجمل حل. بالفعل انا وياك بهالموضوع. حسنين يقول تهميش واضح لمحافظه النجف الاشرف من افتتاح ملعب النجف الى اليوم لم يستضيف اي مباراه دوليه او وديه رغم انه المحافظه تمتلك مطار دولي وفنادق عالميه. حسنين مثل ما قلت لك ملعب النجف من ضمن الملاعب اللي ممكن تستضيف البطوله، بعد ماكو شيء، ماكو قرار نهائي يا ملاعب تستضيف، بس ممكن بغداد والنجف، بغداد وكربلاء، بغداد واربيل، كل هذا الموضوع ممكن هو، فانتظر، ان شاء الله ماكو تهميش، ملعب النجف ملعب جميل جدا. حميد يقول اذا شاركت الفرق كلها بدون اعتذار عن المشاركه سوف يكون هنالك 12 فريق يعني ثلاث مجموعات، فمن الافضل توزيعها على ثلاث محافظات وهي بغداد وكربلاء واربيل حتى ما يصير ضغط على محافظة واحدة. وبنفس الوقت نؤكد الاتحاد الآسيوي أننا قادرون على تنظيم بطولة آسيا في المستقبل، أكيد نقدر. مشتبا يقول شيء جميل بعد ما شافوا الجنوب آمن في خليجي 25، الآن جاء الدور إلى الوسط والشمال حتى يتأكدوا بأن العراق آمن، أمن وأمان، وشكرا لمن ساهم في العمل. هذا كان آخر تعليق من قبل مشتبا الحسيني اللي هو موضوع استضافة بطولة غرب آسيا تحت 23 عام إن شاء الله مطلع شهر حزيران يونيو المقبل. مشاهدين الكرام وصلنا إلى ختام فقرة فيس تو فيس، فاصل قصر وفقرة ترند تيوب، خليكم ويانا لا حد يروح بعيد.
اهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في فقره ترند تيوب، حيث الفيديوهات اللي تنتشر بصوره كبيره جدا وتنال اكبر عدد من المشاركات والمشاهدات واللايكات والتعليقات. الفيديو اللي انتشر اللي هو الاول اللي راح نتناوله، فيديو جدا جميل. مجموعه من الطلاب في جامعه واسط، اعتقد بالقسم الداخلي او هم يدرسون هناك، اتصلوا على 104 على النجدة، على الشرطة، شرطة النجدة، وقالوا لهم يابا احنا طلاب وما بعد هم ما اعرف هم عندهم ما عندهم فلوس او يردون يشوفون هذا الموضوع ايش راح يصير، تجربة يردون يسوونها. المهم قالوا لهم يابا احنا ما عندنا اكل. خلينا نشوف بالفيديو شنو صار بعدها. جابوا لهم علاقتين، راح يجيبون لهم بعد واحد، راح يجي يجيبون بيبسيات ومشاريب وهاي المواضيع. هو هذا اللي نترجاه، هو هذا اللي نريده نشوفه دائما، انه الشرطه في خدمه الشعب حرفيا. هو صح الموضوع بسيط بس على معنويا موضوع كبير جدا. اتصلوا بالنجده يا ابا احنا جوعانين، هسه هم جوعانين فعلا وما عندهم فلوس، ما اعرف ياردون يسوون تجربه بيناتهم وينشروها للناس ويشوفون بعد ما اعرف. بس هم مجرد ما اتصلوا قال له يابا احنا طلاب في جامعه واسط وقاعدين بشقه وما عندنا فلوس. قال له ابشر، اجتي دوري سيارتين دوريه وياهم عقيد زين، وجاب لهم اكل، جايب له علاقتين اكل، وقال له راح يجيك واحد يم يجيب لك بيبسيات وهاي المواضيع، عافوا واحد يمهم. هذا الشيء اللي المفرح. شكرا للنجده، شكرا لقياده شرطه واسط، شكرا للعقيد والمنتسبين والضابط والجنود اللي يجوي وقرروا انه يساعدون هذول الشباب سواء محتاجين او ما محتاجين. هو لمجرد الموقف انا اتمنى من وزير الداخلية انه يشوف هذا الفيديو ويكافئ هاي قيادة الشرطة اللي هناك بواسط او النجدة، يشوف من الناس المسؤولة حتى لو بكتاب شكر، يعني كافئهم تقديرا لما 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 عملوه من موقف انساني. ترجاهم الشباب، قالوا لهم يابا احنا ما عندنا اكل، قال له ابشر جاب لي اكل وجه. هاي المواضيع اليوم احنا لازم حتى نثقف، من تصير مشكله خابر 104، خابر النجده، خابر الشرطه، صارت عندي مشكله، يجوك ترى يجي ضابط دوريه ويجوا جنود ويجون وياخذون افادتك ويشوفون منهم اذيك يجون ترى. خلينا نثقف لهذا الموضوع، الشرطة في خدمة الشعب حرفيا. فالشرطة هواية من عناصر الشرطة والضباط ما يقصرون ويا المواطنين، بالعكس هم وصلت مرحلة يابا انت اذا يصير لك مشكلة لا تروح انت بنفس خابر ان احنا نجي ناخذ لك حقك. وفعلا هواي صارت يخابرون الشرطة، يجي ضابط وتجي دورية ويوقفون ببابك ويحموك. فانت هذا المطلوب، انه دائما خلينا نثقف على هذا الموضوع، موضوع انه انت يابا اتصل بالناس المعنيه بهذا الموضوع. خلينا نشوف التعليقات ماذا كانت حول هذا الموضوع. يقول ابو فادي موقف مشرف وليس بالجديد على ابناء العراق، حفظ الله العراق وشعبه العظيم، حفظ الله قواتنا المسلحه العراقيه بكل صنوفها وتشكيلاتها. احمد يقول موقف مشرف من ابطال الداخليه، بس العتب على وزاره التعليم العالي وجشعها في تأجير الكافتريات في الجامعات العراقية بمبالغ لا يمكن تصورها، وبالتالي يدفع فاتورة الظلم الطالب المسكين بحيث لفت الفلافل بألف ونص دينار وخارج الجامعة ب 500 دينار، بطل المي ب 500 دينار وخارج الجامعة ب 250 دينار، ويرجى من أصحاب القرار النظر بمساعدة طلاب العراق. وهذا موضوع الكافتريات فعلا يعني اللي تصير بالجامعة، يعني فعلا الاكل غالي، النستلة غالية، البيبسي غالي، المي غالي، ليش؟ يعني الطالب الفقير مثلا شو يسوي؟ يبقى كاتل الجوع، يجي الدوام ما ياكل لقمه، ما يشرب له مي، حتى تسبب احراج يعني اذا هو واصدقائه هو وزملائه. فانتم ليش تبيعون بهاي المبالغ؟ يعني هو بطل المي متعارف عليه برا بربع دينار، 250 دينار ربع، انت هنا تبيعها ب 750 وب 500، تطلع اجارك من الطلاب، اجارك غالي بالجامعه، قول لهم يا بي الله ما اجر بالجامعه، انتم جيبوا انتم اشتغلوا عوفهم هيجي. ف
فلازم يعني يصير نظر بهذا الموضوع. غلاء الاسعار في الجامعات بالكافتريات غاليه يا اخي، غاليه. يعني الاقل اقل وجبه او اقل لفه زين ب 4000 5000 زين. فاتمنى النظر بهذا الموضوع، يعني موضوع الطلاب تساعدوهم به. شوف شلون يعني حتى اذا تسوي لهم فد رصيد معين بالشهر مال الاكل وشرب بس زين، لازم ضروري زين يطب للكافتريا ياكل لازم عنده مبلغ معين. اذا ما تردون تساعدوهم قللوا الاسعار عليهم، موضوع طبيعي. قلل الاسعار عليه، مو والله هو يريد ياكل لقمه ب 5000 شنو يعني ليش؟ خلينا نشوف التعليقات الباقيه. صار مرتين يصادفني تقول موقف مزعج، واتصل بالنجده مره يم البيت ومره يم الدوام، والنجده ياخذون العنوان والاسم الكامل ويدزون لنا دوريه وياهم يجي ضابط امن المنطقه الله يحفظهم اخوه واهل والنعم منهم، اتصلوا عليهم ولا تترددون وعززوا الثقه بينكم وبينهم وخليها تكون ثقافه مجتمع. احسن ما تقول عمامي وعمامك خابروا على الشرطه اهيب واكرم الكم. القوات الامنيه 80% يساعدون ويركضون للمحتاج ولو يعرفون يقصرون ويا نفسهم في سبيل يساعدون. الله يوفقهم ويحفظهم ويحفظ لهم عوائلهم. والله العظيم شفت بعيوني اهل وقفات ونخوه وغيره، الاخ ما يوقف مثلهم، كل الاحترام وربي يحفظهم لاهلهم. اخر تعليق يقول موقف مشرف لابطالنا الشجعان ومو غريب عليهم، هم اهل النخوه والغيره العراقيه الله يحفظهم. هذا كان اخر تعليق بخصوص هذا الفيديو اللي انتشر بصوره كبيره جدا في مواقع التواصل الاجتماعي. الفيديو التالي هو حاليا بتزوير العملة اللي جاي يصير بصورة كبيرة جدا بسبب ارتفاع الدولار وغيرها من الأمور الشغلات الاقتصادية. طلع مواطن يشكو من تزوير الفلوس وخاصة ال 25 ألف دينار وسوى نماذج وخلاها. خلينا نشوف الفيديو وأيضا نسولف. يقولنا حال عام أحلى شيء من قول أيوب كمية ما يمسك. هذا الفيديو انتشر لمواطن يشكو من تزوير العملة خاصة فئة 25 ألف دينار، وهو الظاهر يمكن هو صاحب محل أو أسواق، لأن يقول مغرم يعني الكاشيرية وجايبهم وهذا. بس الحلو قال بلغنا على كم واحد وجوا أخذوهم، حاشت إيدك بلغ عليهم. يجي واحد يعطيك مزور تعال أوقف بلغ عليه المزور تمين ما أخذها، الحد ما واحد الواحد الحد ما يجي للرأس الكبير اللي يزور العملة ويتداولها بين الناس. هسه هي هاي ال 25000 يعني نصيحه للناس، ترى مبينه من ملمسها فلا تصير يمشوها براسك، من ملمسها مبينه المزور والما مزور وفرق اللون واضح جدا زين. هاي اطوخ وهاي ما اعرف شنو، وهاي بيها الشريط وهاي بيها الاحصان وهاي بيها كلمه العراق، فانت من ملمسها مبينه فلا تصير يعني يزورون يمشون عمله براسك. فشوي انتبه يا عزيزي المواطن حتى ما توقع بإحراج وحتى ما تروح فلوسك هدر. خلينا نشوف التعليقات ماذا كانت. ليث يقول الورقة والخمسين والحمرة أغلبهن مزور، ابتعدوا عن التعامل بين إخوان. وشن ابتعدوا عن التعامل بين إخوان؟ مبينة تأخذ فلوس شوفها ليش ما تعامل بيهن. أبو ضرغام يقول أبو ضرغام ترى اسمك غلط، حكي بيناتنا اسمك ضرغام مو بهاي الضاد اخت الطاء، لا ضاد اخت الصاد ضرغام، فهذا اسمه غلط كاتبه يا 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 عمي ابو ضرغام، اسمك غلط، الضاد اخت الصاد مو اخت الطاء، هاني بلغتك بعدت بكيفك حاول تعدله. يقول هسه المواطن المسكين لما ياخذها وما يعرف بيها هم تقول له لم زور وتهجمون بيته فوق ضيمه. اوف الك الله يا الفقير وين تولي؟ عم ابو ضرغام انت كاتب ضيمه صحيح، ضيم اختصاد ضيمه زين. ليش يعني الباقيه؟ ليش؟ الفقار يقول طبعا يكثر المزور بهيك ظروف ماليه متقلبه بنفس الدقيقه هاي الحاله الاقتصاديه
تولي التزوير ومضاربة واحتكار للدولار والسلع. لذلك أي شخص يتعامل بمبالغ عالية لازم يكون حذر. والله المستعان. محمد يقول الأصل يصير شريطها الفسفوري متصل بينما المزورة يكون مقطع. ماشي معلومة منك هاي. أبو شهد يقول أولا ملمس المنورة، المنورة شنو هاي؟ المنورة ملمس الملمس اللي منورة جاي تقصد؟ المنارة شنو؟ المنورة تكون خشنة وورقتها تكون قوية. وثانيا وسط العملة هناك هذه المربعات اللون يختلف، وهناك النجمة على يسار العملة على الضوء تظهر اسم العراق. فعلا هو هذا، أنا أكمش الفلوس هاي أسوي لها هيك يطلع اسم العراق، وأنا كاشير وأعرف هذه المزورات بدون جهاز حتى. هذا كان آخر تعليق بخصوص هذا الفيديو اللي هو مواطن يشكو من تزوير العملة. الفيديو التالي فيديو مؤسف وحزين، تم إيجاد مواطن ميت في قناة الجيش، في القناة نفسها في المي، تم استخراج مواطن في وضح النهار. خلينا نشوف الفيديو ونسولف. مع الأسف يعني هذا الفيديو اللي انتشر أيضا وصار ترند في مواقع التواصل الاجتماعي، مواطن ميت وملقى في قاع القناة، قناة الجيش، وتم استخراجه وإيجاده. ما أعرف ليش، أول شيء أتمنى أنه قال القبض على الفاعلين بأسرع وقت. أعتقد قناة السايدين مراقبة بالكاميرات، كاميرات مراقبة بيها، أتمنى يعني يلقون الناس اللي المجرمين اللي قتلت هذا الشخص ورمته بالقناة. ويعني منظر مؤلم يعني، يعني الله يرحمه برحمته الواسعة ويلهم ذويه الصبر والسلوان. أعتقد هو صار لمدة لأنه يعني جسمه ما أعرف متخشب يعني، صار لمدة أعتقد يعني. وتعرفون يعني المي قليل فبارد والدنيا شتاء، فمع الأسف يعني متجمد يعني. أتمنى يلقون الفاعل، العصابة اللي رمت وألقته بالقناة. منظر مؤلم يعني، مثل ما قلت لكم سريع القناة بالسايدين مراقب بالكاميرات، بكاميرات مراقبة هواية. أتمنى يشوفون ويتبعون الناس اللي سوت هاي الجريمة، يعني موضوع مؤلم بصراحة. والله يكون بعون أهله، وإن شاء الله القصاص العادل بحق مرتكبي الجريمة اللي 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 قتلوا هذا المواطن. خلينا نشوف التعليقات ماذا كانت. فيحاء تقول أعوذ بالله من قساوة القلوب، حسبنا الله ونعم الوكيل. فعلا يعني قساوة القلوب هاي، حسبي الله ونعم الوكيل. أبو هدى يقول الله يرحمه برحمته الواسعة. أما أبو حمزة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسام يقول شو الظلم؟ وين حقوق الإنسان؟ لا حول ولا قوة الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله يرحمه. مثل ما قلت لك أتمنى يتم مراقبة الناس، العصابة المسؤولة عن هذا الموضوع. شوف منو المجرم اللي قتله ورماه قاع القناة، لازم يتعاقبون لأن موضوع مؤلم يعني بصراحة. والله يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، لأنه مثل ما شفتوا يعني المنظر جدا جدا مؤلم. إن شاء الله يشوفون ويبحثون من القاتل وإن شاء الله يلقوه. زينب تقول الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. هذا كان آخر تعليق من قبل زينب. فعلا أتمنى أنه يراقبون الشخص اللي سوى هذا الموضوع. الفيديو التالي خلينا نشوفه ووراها نسولف. ما بين مدرسة وطالبة ومدرس وطالب في مدارس أمريكا. هذا نموذج، هنا تعاركوا وهنا تعاركوا، وهنا ذبح وقتل، هنا ذبح وقتل. هذا نموذج للمدارس الحلوة والجميلة والحياة الكريمة والديمقراطية.
هذا نموذج كان من مدارس أمريكا. مشاهدين الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج الوسم، حتى ألتقيكم في الحلقة القادمة، قلكم في مال الله.